بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر ويجتنب وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. وعلي والإمساك أصوش أهل السنة يترني والإمساك كقابسي عن تكفير أهل القبلة ضدك قبلة أجيت سدى قالي سين تودا أو لغا قابسو أما لغا أفحيست. والبراءة با كمدة والبراءة تينا إمساك لغا سمي، يعني إن ليسك إلى ليو عن تكفير أهل القبلة هي والبراءة كبري نقشو منهم أهل القبلة لقبر النقض فيما أحدثوا وحي أي سود الريان لحديث وحي أي ديب كيكينين لحديثة ما لم يبتدعوا هدينا بلابنين ضلالا لنصنا ضريق خلدا هدينا بلابنين، فمن ابتدع روحي باللوضة منهم أو إيغا كمدا ضلالا بادي كان وحو هذه كاسي على أهل القبلة مسلمين تكركوضة خارجا متك بحصن بالنقض، ومن الدين دين كحقي سنة مارقا متك بحي بالنقض، ويتقرب ولا دوان إلى الله ألا لو دوانيا بالبراءة عز وجل بالبراءة بألا لو دوانيا كبري نقشو منه إساق لك بري نقض، ويهجر وانا لك هاجري ولك تي، ويحتقر وانا لحقيري، وتجتنب وحا لك فقانيا غدته تشيرمسكيس أو داعونكيس، فهي يد أعدى ويكجد بيت بضمتها من غدة الجرب ميتك عرضة قبة أما عرضة جد بيت ديد أما عرضة تشيرمسكيس تا ويكجد بيت بضمتها معنا. طيب غدة وحل إلى هذا غدة البعير وضعون كجيل كود عوا، بالكيان دي شنو يوم من الكود كليدا، أي غدة ليدا ذا جيل كود عا غدة البعير، مركا وحكوا ذا سيدا أي أوجدوبته، وحنون كاسي مركو جيل أود كود عوا، سيدا أوجد بقى كله، سيدا كله عرضو مركا جيل كود عضو، سيدا أي أوجدوبته كله سيدا سي روحا بادي ذا إيه بدعادة كرد عاي شير مسكي سكوه قد بيا معنا بل واكا قد بيت بدن يهولي معنا. طيب واكو تلالي والإمساك عن تكفير أهل القبلة مسألة نوكاها اللي يميشن إمامكو ومن أصول أهل السنة والجماعة صحابة ذي سلفكي أصول شوضي كم تهي ذاتك مسلمين تا أهل القبلة وحل إلى ذا وذاتك مسلمين تا لأن قبلة وجهة سدان قبلة وجهة سمح على جوا ذا ويتو كذا وها مركدت كتو كذا على جوا ذا أهل القبلة. طيب دت كجالسين تودي الدين تين لقى صاروا أي إسكا إلى ليان. طيب سيدو كله إن دت كلاجبر النقض أهل القبلة ها أو يعني لسك فوجيو وعداوت كل الله قاضي فيما أحدث وحي أي دبك كانه، يعني هذه أي بعد عذبة إني حتى أي وحيالات دبك لي مادان لجبر المقن مايو يقولن هاي براء لج قادن ماي اللهم إني بادي أي لي مادان ودبك كانان موي وعدي بادي دبك كان تو طريق كله ماي كاسي ذاتك أهل القبلها يذاتك تكذو كوب حسين خارجا عن هدي اللي لهذو كان على أهل عن أهل القبلة خارجا
هذه سيالة الواحد نقول إذا ضد كس مسلمين تيتو كذا مسلمين تونا ما كبحسين هذه عن لا استعماله هذه على نقطتنا أيجو كبحسين هيو إن أيجو كعصموا هيو معنا ومحوا هاي خارجها ويجا إيو مصالح هذا إيو ضنوا هذا إيو ليج هذا إيو أعراض هذا إيو كبحسين صاصي نقول إذا ومن الدين مارقا دين تنا ما كبحسين مروقي يعني واتي حديث الخوارج تكتم الكلمة دو معنا طيب مسألة مركا لواقعي بوض بيلاد هاي قيب تدنبه وأهو يتقرب إلى الله بالبراءة منه ضدك كرعي انحرافك كرعي بدعاد كرعي سيدي الله لهم معاملون يا مسألة مسألة كوه رئيسة سيدتك مسلمين تا والحكومة إن الدين تكبد حين الردوبين تاسا وهرمري مسألة مركا وحو يلي إن إمساق لك السمي إمساق هو إن كقابسط وعاد كفوقات وعادن كدك دقين تاسوي معنا طيب نبي قينا صلوات ربي والسلام عليه بي أحاديث بدن كقصو قنطهي إنو آد وقدقي ضدك أهل القبلة أقالي سينتو في الصحيحين يغير قد بوحاكسو قن أحاديث دور نبي كسو صلى الله عليه وسلم إنو يلي روحي ولالكي كوي لا هذا قال يهو أما عدوكي إلهي وكوي لا هذا هذا إساقو كاو كويري أو حكم كاو صاري إهل أوي هايو استاهلنا تيو إساقا قال هذا سن استاهلنا الروحي كلمة دا يري بي كسو نقونيس تاسو معاني كالكتي سن أي علماء دو كفاسرين مركو واهاليس كلمة دا سيدة فضود آدو توريسو ميل علا دعميس عدة آد كتري هدي إهل أنو قوم ويدانا أذي كسو نقونيس سيدو كليتو أي نبي وحو تلمامي صلوات ربي وسلام عليه هدي حكم كنو عاسا أما أذن إهل وهين أما ميشا أتصارتي إينا مناسب بكو أهين وتكفو ضداتو إنا يدعي كريسة إنا تقال لماذا أترددك كتو ريسو إنا أذيك قدعو والعدة تقالي سيني سأذوقو بكا قهبونتا يعني قال لماذا يشرك سيدو تلمامي حديث كحذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وحا أن إذن كبقيه وحا كمذا نين قرآن كأخريه ودين تبرتي مركي لأركي دين تقلال كذي مركي كوركي صلو أرك وكان ردءا للإسلام إسلام كان الدفاع النقض إسلام كان دلال كيسي عبادات كي طاعة خير كي وكم نقض إسلام كان وحو النقض الدفاع بالنقض وروح إسلام كي قرب تاجن ودين تي خير كي قرب تاجن من نقضي نين وحون نقضي مركا كذب أيو خير كي الطريق يكفو جانية مركا صوف انسلخ منه وكدح بحية ونبذه وراء ظهره قضال بكتورية وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك درس كيسي أيو سيف أقادنية قال نمنا واكو حكومية ليكي سنة وابني سنية ودرس كيسي شلع المساج كودة تشيرينو ودى توكان هايينو محوان هاي مسلم كأها بو انتو حكومه ايو مركا كدبنا ليجي سباني سنة سيفو قادني صحابة وحي ويدين رسول كلاهي صلى الله عليه وسلم ايهما اولى بالشرك المرمي او الرامي كوديبا قال لماذا كهبون اما استاهله ما كان هذا الكتورة يمسا كاللغو تورة يلا حكومي وحو النبي صلى الله عليه وسلم بل الرامي كان حكم كتورة هيا أيا شركي قال لماذا كوها بومبو نبي صلى الله عليه وسلم سيقا استاهله مركا حيث المامي سائن إن مسألة دو مسألة سهلا أهين حديث كاس تحاوي طوران يا صوصاري ابن كثير نوحو لي سنة كسوة جيد لماذا الشيخ الباني غير كين وحي ليهين بمجموع طرق حديثكو وحسن بيلي حديثكو حسن بنقني مركا وحيث المامي سيقا حديث تاكلبا مسألة قالي سينتو إني تا مسألة أدادو حد كقران كرتان قابك أي سلفك ولم عاملون شيرين مسألة داس حتى ضد قالي سينتو دو أي نصوص تظاهر كتاه أي حدنا صحابة دو أعيان تو دو إني قالي سيان بي كتحدري شيرين مثلا كما سوقات خوارجته أحاديث تقصها رورتين متواتر كا
waxay tilmaamaysaa inay diinta ka baxeen, waliba diinta intay ka baxeen inayna waxba diinta kaga hadhin. yamruquuna min addiini kama yamruqu assahmu min arramiya, diintay ka dhex baxayaan sida uu leebku meesha lagu ganay iyo hadafka uu uga dhex baxayo kale. markaasuu nabigu sii faahfaahiyey, waxaad fiirinaysaa nasliga waa birta leebka afkiisa ah, mise dhacaanna kuma yaallo, dhiigna kuma yaallo. waxaad fiirinaysaa baalashii iyo meeshay ka hayeen, mise wax dhacaana iyo dhiigtoona kuma yaallo. ushii leebkaad fiirinaysaa, mise sidoo kale waxba kuma yaallo. meesha ugu dambaysa gantada ah yaad fiirinaysaa, mise waxba dhiig iyo dhacaan kuma yaallo. yacni waxa weeye si waxay uga dhex baxday aan caadi ahayn, wax atharna uusan kaga reebin. daahirka xadiisku wuxuu tilmaamayaa, iyo xadiista khawaarijta ku soo hortay, daahirkeeda waxaa laga qaadanayaa inay gaalo yihiin oo diinta ka baxeen, soo ma? iyadoo daahirkaasi jiro, haddana saxaabada jumhuurtooda iyo raggii la dagaalamay maynan ku dhiiranin inay yidhaahdaan waa gaal oo diinta ka baxeen. bal cali oo ahaa ninkay la dagaalameen oo dhiiggiisa banaysteen isagii saxaabadii muxuu ahay la socday, ayaa markii la weydiiyey waxaa la yidhi akufaarun hum, baa la yidhi magaala nimankani. markaasu wuxuu yidhi min alkufri faruu, waxa u geeyeyba inay dhiigga banaystaan oo wax kharibaan oo waxan sameeyaanba gaalnimo ka carar waa, iyagoo gaalnimo ka carara isleeyihi. marka xadiis kale wuxuu leeyahay, ahar kale wuxuu leeyahay ikhwaanuna qad baqow calayna, waa walaalo yarnadi walaaladana oo nagu xadgudbay waay, walaaladana nagu xadgudbay. haddana maca dalika xadiistan oo inay daahirkooda diinta ka baxeen baa muuqata. leesh lanna waxa weye saxaabadu ridwaanullahi calayhim iyo salafku aad bay uga taxadari jireen mas'alada in shaqsi diinta laga saaraa, waa manhajkii saxaabada waa ridwaanullahi calayhim, nebigayna ka barteen salawaatu rabbi wasalaamu calayh, oo waqaa'icdii dhacaysay iyo rasuulku siduu ula mucaamaloonayay bay ka fahmeen mas'alada ruux soo islaamay in diinta laga saaray inay masalo sahlan ahayn. tacliintaasay marka qabeen ridwaanullahi calayhim, waana midda ay culimmadu ka qaadanayaan. marka nusuusta la fiiriyo, ruuxa islaamnimadiisa in la sugo, inuu diinta soo galay, waxaa ku filan qariino basida ku filan, wax yar oo ku tusaya inuu islaamay haddii la helo ama lagaba fahmi karo, islaamnimadiisa waa lagu sugaya qariino yar. cala alcags, haddii islaamnimadiisu sugnaato, wax cad in la helo mooye qaraa'in diintu kaga baxay qaraa'in ma soconayso. saas daraaddeed alqaraa'in fi hada almajaal malghiya, waa in wax cad la helo marka ruuxa diinta uu ka baxay la xukumay. saas daraaddeed baa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh fi hada almajaal uu qaraa'in fara badan oo weliba qawiye oo xoog badan uusan waxba ka soo qaaday, sida maalan muxuu ahay xadiidkii Usaama oo kaleeto, ninkii gaalka ahaa ee dagaalamay ee cararay ee uu ka daba tegay ee seefta markuu la gaadhayo ku dhufo ashahaatay, war maxaad u dishay Usaamo? rasuulka ilaahay uu naf baa u geysay, naftoo kala cararay mooyaane, oo ma qalbigiisaad jeexdaa lagu yidhi. qaraa'inta markaad fiiriso waxay ku tusayaan sida Usaamaba yidhi inay ninka nafi u geysay baa qaraa'intu kuu soo baxaysa, laakiin qaraa'inta halkan maehe, hadalkiisaa la qabanaya, qaraa'intuna wax ka soo qaad male. qolyihii saba'na saba'na yidhi, sidoo kale saba'na baa loo qabtay. ninkii saxaabadoo socdo oo meel baadiyo maraya xaynta haystay salaamay, ee asalaantiisii waxba ka soo qaadi waayeen ay dileen xayntiisa ka haysteen, salaantiisa maxaad islaam uga dhigi weyda, islaamnimadiisa maxaad salaanta yani aad ugu nabadgelin weyda. walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina baa layidhi, soo ma? marka qaraa'in marka ruuxa islaamnimadiisa la ictibaarinayana qariino yar baa ku filan, hadday noqoto diinta ha laga saarana waxay u baahan tahay in la helo yaqiin, la helo war cad oo shakigeli karin, waa in la helo. saas daraad ba sheikhu lislaam ibnu taymiya ibnu lwasiir iyo aimadu waxay leeyihiin yani man thabata islaamuhu biyaqiinin laa yazuulu canhu ila biyaqiin, ruuxii islaamnimadiisa yaqiin ahaan la ogaado inuu muslim yahay,
إسلام نمذا كجب حماية إلا وحي يقين أمويه يقين تا يقين بابورين كرت لكن شك يوم توم توم يوم ماي سلا ده سمر كوا مسألة أرق بل وحي علماء كنت ما من إني تهي أحكام تشريع هذا الله قاتو حكم كأجو أرق حكم طلاق كصاب سنين القابة أما النكاح كصاب أما الظهارة كصاب أما جنايات يو كصاب سن محوها جراحات كصاب سن أيا بقول جور كفضت إن القاضي تحكم روح دين تلاقي سارية أصعب حكم أو دين تكمل دول الجاروة صوت محيط هاي روح بعد يعني وحوي الدين تبرن بنان كلا قد جايا صاص دراديت بروحي وحير أو عبسية أما الدين أقل بيجي سكوتشرتو أقرأون دن كله باب وكفضوا هذا ما باب وكفضوا هذا ما أتبع لو يقان دتك أهل العلم جايو دتك منهج كان يقصو يعني الصحابة دي يتابعين تي أي مدي يو أتبع السجى يعني وحوي وجا جاب سنشرين والسجى إلى لنشرين الإمام أحمد عليه رحمة الله بينما أن صامرني تقريبا للكائن أو سوقري شم بقول علماء دي مسلمين تا أو بقول كبدنا إمام أي كشرين إن قبيل ضدك قبل القرآن هو مخلوق إني قال يهين هذانا مع ذلك أعيان توضي أشخاص توضا إن لقال يسيو مدحدي هي قال يدي هي معتزلة أشخاص توضي إن دين تلقى سارو أي مضو أعيان تنكوضا أشخاص توضا أي مضو إن بضنو كم دوا كل رواية سألا ذا مركا وحوي ومنهجك سحظة واسدة ضد با مسألة انتي دنكا كلا يكود عن غلوغي خوارج انتي يكود عن بعد كستوت الى هذا والمسألة ان هل لقد تحدروا واصل كي صحابة دي السلف كهلا مروا ومسألة التكفير هل يسكتشروا الغلو في التكفير ايا وحي اوقاتين بمسألة ان لا اتكيو لا روتشيو وضد كلاقع العليا بان يتهي مذهب الارجاء هذا ترى وردت كها قال زين وحلوة مرجئي بات والمرجئ ما إرجانا ما هو مذهب كي صحابة يسلف كوا ومذهب كالنصوص دي تعامل كذا وكتوس يسلف كوا بل إنك كفر ضانا يا أيا وحويان قرب ساري نار قر كذا ساري إنك باب كان كفر ضانا هيا عن محوا هاي إن مرينا إن نشيت كي سمرينا إن هل اسمه كتير سلا داسي مركب من سلا داسي وشيخ وقال له دتك أهل القبلة ها قال يسين تودا إن لقيت تحضر معنى هذا معها إنه سن روحه مركو إسلامي كذب وسن دين تكبيح كره روحه هذا إسلامه دينته ومبدأ للصوق له روحنا إنه كبحه أما واحد لقصار هذه تماده لقصار كروه والله حكومي كريه يعني روح دينته صوق له كم بحه كم نبيح كره ما نقالوا بيا ومذهب الإرجاء وقالوا بيا هذا حكومي قالوا بلا كنا وقالوا بيا تاسي ومسألة إسكعدوه وقت النبي يردوبين كذب يردوبين حلق الصحابة يردوبين يعني وحوي آخر الزمان كقبائل إن يردوب دون النبي وشيء صلى الله عليه وسلم ده الدين تصدق له ويكان نقنيا وأنا يردوبين يعني عمل بيكون يردوبين قول بيكون يردوبين اعتقاد بيكون يردوبين مسألة مسألة إسكع لكن مسألة الله جهل يوحوي حكم كذا مرك الله قاضنا يوم أي الله بهاي إن الله تحدر ساسي معنا طيب مسألة أهل السنة مركز سداسي قبان وحا خلاف سن ومسألة كو خلافين نمين كالإله دو خوارجتا وفرقة دي أقوه الرئيسي وككوح إسهي ستصوب حدا إسلام كدهت وانا مسائيشي أقوه الرئيسي ومنهج سلف لغو خلافه وصوب حدا مسألة تكفير المسلمين مسلمين تا إن لقاليسيو و مقالات كطوائف مقالات أجوه الرئيسي وصوت ظاهر توا ساسو معنا طيب ساس تراديد بوحلقة مارمان وحي يجو أي قبين خاصة نمانكي هوري الخوارج الأولى بليلة أما محكمة ليلة الخوارج المحكمة نمانكي مسألة دي التحكيم ككك عشري ومركاسي دوتكي تحكيم كقاليسي علي يا معاوية يا الصحابة دي قال يسي وحلي لذا المحكمة ليلان المحكمة وأنا خوارجتي أجوه الرئيس وأنا نمنك الله هو إني خوارجهم ونص كحديث كالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الصحابة ورينا يان
نهروان لغولة دقالمي علي كوحدي سلطة دقالنتي نمن كاللهو إني خوارج هاي وقوة وحي كدن بي يعني ما خوارج ومسا خوارج ماها يعني بعدا وقربا خلافة كجري كري لكن أعيانهم بأشخاص من خوارج هاي نمن كاللسكوة فقصين هاي أيها مركا فكر كودو وحوها اللوا قضب بأساسوها سيادو قاتان قضب كوكوباد وحوهي تكفير الناس بما ليس بمكفر ضدك أو لغو قالي سيو دين تلقى سارو وحان أهين وح دين تلقى قبح آه. وح أما الدنبي أه أو أن دين تددك كسارين أما أن الدنبي بقى أهين لكن مسائل اجتهادية أه. أما ما هي حتى مسائل اجتهادية أنا هين حسنة هي خيرة بيدتك دين تلقى ساري جري. طيب مسألة مثلا أيدتك الدين الصحابة الدين تكا صارين ومسألة التحكيم إن ديجي مسلمين تودادنا يا رج الله صاروا أو يكه الله أو يحكم كسو قاران أو لجه الشيو يا مدن بيبا أو ديجي مسلم كلا باتشيو ورما مدن بيبا يا مسوا حسنو يا وحسنو صوما بل ومن أفضل الحسنات وات النبي صلى الله عليه وسلم وكو أماني ويلكي سمحوا هاي محوا هاي حسن بن علي صماهن إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ويلكي هو سيد لوكو حوض مسلمين ووين ودقال كرد حيون إلهي كوهر شيسين دونا سيد نمو كوقات مسألة دي حسن وسيد نمو كوقاتي أي خوارج الصحابة كو جالسيس. ماشي أمرك وحندوني أين أيدي هذا؟ خوارجتي حل قاسي كلية وحيدتك كو جالسين أيين ذنوب كلية ما هي. لكن حتى حسنات هي طاعات بيدتك كو جالسين أيين. أيجا أولم وقضي خلط أولم وقضي. أيجا خلط أولم وقضي لكن مثل طاعة هي حسنين هي. وحتاس أيضا السوق جالسة مسائل اجتهادية. وجهة النظر كسكو خلاف كرو وعلماء كسكو خلاف سينهين وقال لك أجر رأي بدن لان كرو واجتهاد كيدو الصائغ يهي إن أدتك كو قالي سيسو مذهب كي خوارج توا كدرين وكدرين لأن خوارج تا بركة كتب تلا تأصيلين وحي ليهين وحي أدتك كو قالي سينشرين دنبي بوها لكن طاعاتنا وكو قالي سينشرين مسائل اجتهادي هو لك وحيوك بذيهن وكو قالي سينشرين الذنوب تنوكو جالسين كل وحق كل منا إنا تراهضو تكفير الناس بما ليس بمكفر وحان دين تلقى قب حينين إنا يددك دين تكاك سارا أو أما طاعات إياق أولم مغضي إنا يقال لمته أما مسائل اجتهادية إياق أنقوضة مويان أنقك لأي قال لمه وأركه أما ما هي الذنوب أن قال لمه كينين معاصي يكبائر الذنوب أن دين تلقى قب حينين إن تابا وحي إيجا كو خلافي قال لما يكون حكومين وقضوا سيداس دراد هداد منهج كارلغتو وحان دين تتكساري من ضدك إنا دين تضدك كغسارتو أصل كي أغو عسلاي خوارج واتكو فرددا هداد تراهدو حتى أنو الزينة ضدك دين تكا غمساري وليق إني ضدك وحدلان دين تكا غمساري وكحضا هيا كمساري لكن إنكي عالمك هاي اجتهادي مسألة اجتهادي أنا كهالي هذا الدين تكسرتي هذا كترا صوما وحيالة طاعات وأذيك اللي قاعد حق بدنيا هاي خيرات وأدي الله إني أذيك أنت خلط كولا مقضى إن أدتك الدين تكسرتي كتب نتير هذا أنا جزينة كجمع صاري ووح كترا بعد كسرت صوما ساس درا الأصل كي أقوى إناي خوارج توا كفر دا مسألة لا وإن لا فهموا لأنه ضد بدنه مسألة ذا كفر ضاده وذا دله دائر له وحيكور يجي سنة يعني أدر أنا وجود روح الزين يستي قال إنه يها مقو روح وحظ إنه قال يها مقو طيب روحك وجو خلاف سن مسألة فقهية واجتهادية ووجهة النظر كيس كو خلاف سينهين وخلاف كيدو الصائغ هاي هذا الدين تكسرته سو كمدر نتكي تنك كسر حد كي قد سنت ساسوي معنا مسألة مركب وين واضح نقطه مين دلواد خوارج ضمانت فرق قيدو ما أينن قبين تكفير مرتكب الكبيرة خوارج تفرق قيد قار كم من بوحي قبين
روح الدم بيجوين قالي أما الزنا قالي أما توجني ما قالي أما حتوية قالي إنه قالي هاي مين قبين مع ذلك خوارج بهاي مرك كاساري ما يسوم يلاهن مسألة هذا سيدا بسيط كلو علاجنا يا ما مرك وح أن دين ت أين قبين إن لقى جب حي شرع عدو أين قبين هذا ذاتك الدين تكجسارته هرت أصل كي هو هنا أصول الخوارج واتكفر لذاكو مسألة هذا لوات أما أصل كلوات وحويان ذاتك أهل القبلها أودي جود الله حلاش هذا على هذا الأساس استحلال دماء أهل القبلة ومركه رأي كهر مرته إن هذا حكم تود قال لي ما صارت قال لي ما أين استاهلين أهلنا وأهين أيجوا أهل القبلة إن هذا مركه روح حكمت مركه دمر لي جود بنا يسات وقضب كلبات الخوارج تو أصول شود أصل كلبات وها لبدا أصل حدي لغا هلو ان دقن كاغو دقن خارجي هي نينك كشكيسن وانين ان اقونين مبادئ دي خوارجت ها هذا لبدا اصل بكو فديدو خوارج يا دقن كيدي يا افكارتيدي يا مبادئيدي ميل كاما جيرتو ساس في معنى طيب تامركت كغدوبتو وحا ايمان يا هدنا oo masaladan tasaahulkeeda kamida iyo qaabka loogu fududaado masaa'isha noocan oo kala ah inda ahli sunna ee qadaayaadka ijtihaadiga ah ee tani ugu weynta oo no soo sheegnay mid ugu culus inay tahay waxa go'aankeeda iyo xukumkeeda gaara dad ehelu ah ruux muslim oo diinta ku jiray inuu ka baxay yaa xukumkeeda iska leh yaa سو مسألة اجتهادية ما حتى هذه النص لو هلو نص كوحوبة هي إن لقوا اجتهاده نص كانوا ماشوا كود ضبق ملها ورهب النص كوما كفر ليا مس كوما فر ليه ومسألة اجتهادية صو ما يا اجتهاد كأس كلامك يا نن عال علمي أوبا أنت ساس دراد هذا حداد أهل كذي مسألة كسرت أو تبنان كأولي كتو ترى هذا لأن يرى طلبة العلم كعيارة oo ni walow intaad qaado mid madaxa ka saar oo u fasaxdo baab ka geliso sa u fududeyso ayadana wax weeyaan wa min akhtar oo usushi khawarijta laana wax weey khawarijtu culimadi iyo fuqahaadi saxaabada ridwanullahi alayhim ee mas'aladan laha go'aankeeda laha xukumkeeda laha intay ka boobeen ba iyaga oo aqoon lahayn oo sidii nabi ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam aqli yari iyo cilmi yari ay hayso fiqhi yari ii aqli yari ay isugu darmatay ayay masaladii bilaabay inay ka hadlaan oo ay dadkii xukumaan oo ay saxaabadii xukumaan oo ay masaa'ishii meelana ahlaan ay dhigaan meelaha laga soo galay marka mid marka waa in masaladan loo daayo ehelkeeda loo daayo oo yaa dadka xukumaya oo cidda dambiga ku dhacday yaa fiirinaya oo dawaabidii yaa fiirin kara oo yaa ijtihaadi kara ehel baa iska leh ciddii iska lehayd waa in loo daayo oo dadka faraha kula jira ee ehelka aanu ahayn faraha kala baxaan أيضاً وقضب أساسي تكلوا إن لك لقاضوا واحد لو يقانو عند أهل السنة والجماعة لو يقانو التكفير المطلق هي التكفير المعين تكفير كجود وقاليسين تجود وحي عدي وحي وحاسمي وقالوا بيا عدي إلهي عدانا هم بريدة وقالوا بيا عدي وحاسمي سدين توكب حيا والتكفير المطلق واي تفكيرك التكفير كمطلق كلي وحبه هي إن دليل الله إن نص هذا الشو نص شيء إن مسألة هذا قال لي متى أنت أم بيوبه أنت وحكى جديسا التكفير المعين وح لو يقانو تكفير كي جود قال يسين تي جود أو يحس إذا سمع يو قال مركل لجاي ما هذا أو إنه قط ضد كي وحاس قال لي لفهان تودي أعيان تودي إن لحكمه تكفير المعين بليلا مركا ويك أضقت مركا وحيوبه أنت الشروط وحيوبه أنت الموانع وحيوبه أنت الضوابط وحيوبه أنت الروح إن لقيمه waxay u baahan tahay in la fiiriyo maxaa u geeyay waxay u faaran tahay aqoontiisa in la fiiriyo bii'ada uu ku nool yahay in la fiiriyo yacni wax weeye in yacni miisaan guud la saaray u baahan tahay marka kadib baa xukunka sharciga shakhsiga laga qaadan karaa marka cinda ahlus sunna wal jamaaca waa kala duwanta cid kasta oo yacni ku dhacday wax shareecadu ku sheegtay inay gaalnimo tahay ma aha inuu la fahantiisu gaaloobay isagoo wixii gaalnimada ahaa ku dhacay buusan haddana diinta ka baxayn isagu باعتبار أما هو جاهل
أما التأويل بأوجي أما هو مخطئ أما هو ناسي أما إقام حجدي بن كؤوج من أما يعني وحم باشرة أما مانع بديدة يحكم كه أما وحم قن شرطي بامق ساسوي معنا وليس أدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم صوموسا لعن دين عدة خمرة عبت يا عدة خمرة عبت النبي صلى الله عليه وسلم طيب نين خمرة عبي والله كان وركاسو النبي قتشر لي مركا يسوع عبالة كان والد شر لي مركا يسوع عبا كان الوالد شر لي مركي دمبه هيا صحابة نين كم إذا وحكا شيء وهباري يلا عندي وحي سوق ضري النبي وحي صلى الله عليه وسلم هل عندي بقول ومحيي له إلهي رسولك يسوع عليه محانا هري وشري نينكي ها خمرة عبه وملعون صومعي نينكن هدو خمرة عبي ودور قرب لك يعني سوى خمرة عبي صومعي نين اللي هذا هبل وملعون بات سوى صومعي طيب النبي يقول حولي مايا هلا عندي حيو قد دي دمر ماشا وحاك لك دي سن إطلاقة وإن اللي هذا روحي خمرة عبي ولا عندي هي الشخص يجي خمرة عبي مركن لحكومة هيو ولا كلا قاضي سوى مجيد روحي إلهي عدنا هم بريء وقال دين تكبر حيا روحي بريء بالله ينوك يعني وحالنا وردين تو تكبر ما هي ظروف دي سانفيرني حالة دي سانفيرني ما كان كدي بحكمك أما لصاري أما هو كبر قنا حين تبدأ تشير قل يا هن غلوي التكفير كمسألة غلوي وقصة معي تنظيرا ما كان مسألة ذا كان نقاش يعني هذا الأي شوكت هذا ويكون رحيان أنك شروط التكفير وان قبنا ضوابط دوائلالين إن وان قبنا عند أهل السنة موانع إذا إن ماشا كبح ذا وان قبنا لكن هو تنظير ومرك مسألة هذا النقاش توقت لكن مرك التطبيق تكتو ضوابط ديور ماشا كبح حيسا سيدة أصدرات دي حالة دا سوك للتناقض مرك إذا حدو ومرك روح وح تنظيرين ينا شروط ضوابط دي موانع ذا شيء مركو برنامجك عملي جاءنا وماشى كسر يو وحين قلنا إذا هذا الكيس أحب كم تشير وحلا اعتبارنا فعل الكيس لأن وحويان عمليا هذه أدتك أذو ضوابط يا موانع في الدين أدين تكسر يسود قال يسين يسود دي جود كوبنا يسانيس مركا لو لك كل منا أتكون مر مرصون يساني كضوابط دي وان قبى شروط وان قبى تي هذا الآن معنا له هين وين هذا الآن معنا له هين وين سلا ده أيضا إنه جبر أروجو أي أباهن تهاي أريمها سمرك وأريمها كوسابسن مسألة ذني أهل السنة وحكة قوان يا خلافسن وخوارجت يضتك طريق هذا مري طريق هذا أنت بنوحة كت أثرسن سان هريب وجه هذا المحاضرة دي قليهن لا يقان التكفير والهجرة ويجو ما هو يسنو بلا ضتك دين تكسر يجو إنه مسلمين يسرو ميسن ضتك أنت هذا كلام الدين تينه كبحنا قاليه إيوه قليهن دجال لما وخاصة أفكارته القاعدة أورك اللي يداه ذو أفكارتي سقص عضاي شكي كمتشرو نينك أيجنا جرناي أصوشا نيقان شكي كجلي مايو إن أي محو هاي مذهب كي خوارجتي التكفير كواحد بدن كودعان كودعان معنا أو التطبيقين يعني عمليا تصي معنا وأنا ميدك كان يسوي إن أي ظاهرة النقطة إن ديجا مسلمين تو أدل فضض هذا أو أي يعني إسكت ضباشان لأنه وحوي أصل كاسكيني أصل كتكفيري جا أم خارجي جا أم قلوي جا أي كيني ماشى سك إيمان هذا مسألة مركا إن قال لوجت حضروا يروح مسلم كمسألة داس أوصن كفوا ضانة بمعنى طيب والإمساك عن تكفير أهل القبلة وأصوش أهل السنة كم ذا ضدك أهل القبلة جالسين توضع أول جاب صدى يعني إن قلوي لوجس ميكولا والبراءة منهم يين لجبرينه يعني ويس سارنته إمساك يكحرنته عن تكفير كاس يكحرنته براءة يعني واحد لقى جاب صنيع عن تكفير أهل القبلة وعن البراءة منهم إن أتكبر النقطة مسلمين أهل القبلة أترى هذا بري بانكا وسكدين مني واسكفوجيس وحقي أي كقول هاي إنه محبدي يهيل الذي يقرب استاكي ولا المدي إن أتكسرت البراءة منه فيما أحدثوا وحي سود الريان
إمام جوحو كلا قاضي يا وحي أي دبك كينين أو روحه ودبك سود الرسية بقول بقى كلا قاضي يا وحنا وحو نقول يا وضلال وحنا الضلال بكسكية وح أي دبك سود الريان هدوس ضلال قارسي سنين أو معاصي يا ذنوب يحساس وكلتا أوي هاي روح مسلم كلا جبري نقول ماي لكن هدو وحو دبك كيني وضلال يهي وهكذا مركز دبك كيني فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا هدينا باللابنين ضلالا باري هدينا باللابن هدينا دبك كينين ووحي دبك كينين هدو صلى هاي وح لنصن طريق لنصن إيا فكر لنصن هدو صلى هاي فمن ابتدع روحي باللوضة أو منهم إيا كم إذا ضلالا لنصنا أما طريق لنصن أما فكر لنصن كان وحو أهدي كاسي على أهل القبلة ضدك مسلمين تاكركو ذا خارجا متكو بحسن بنو ومن الدين الدين كحقي سنة ماريقا متكو بحسن بنو مروقا سوحو كودا بمعنى سيدي أهل السنوه قبان بدعاد اللبوي روح ضلالك وبدعاد أوليمت واللبو بدعة مكفرة هي بدعة غير مكفرة بدعاد منا وبدعة مغلظة وبدعة علص وروح الدين تكساريس مدينة وبدعة غير مكفرة ودين تلقى قب حماية ومعصية يدن بوين لكن دين تلقى قب بحية هذا الكشيخ مركا لو ميد بالوحة مبارية حدي وكوض بدعة دي ويني دين تلقى قب حية هدو كوض هذا الكظاهر كي سوا سيدا سيدا سوا لو دين كرا معنا حدي كلا وكوض بدعادي أن دين تلقى جب حينين تي يريد أهدو كوضنا مركا هذا الكيسو وحو نقونا يا محو أهاي أهل قبلوه كب حسين يهي أما كب حسين يهي إي الدين تو كب حسين يهي وحالو قادنا يا مركا إطلاقي خوارج النبي كو إطلاقي وكالت ويمرقون من الدين ضريقي سحسنا إي السنة دي أي كب حسين يهين وكل حسين يهين لكن دين تي يردن كمين وضبحين ومقالوبين وسيدة أي حديث تكسو أرورتي خوارجتي كلمة استعمال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية صوما يستعمال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع ذلك الجمهور توحي قبوا مسلمين سيل لي أمرك يمرقون من الدين بمعنى وحي ليهن طريقي صحسنا بكل إحدى صوما دين تورن بالكلية كما ينبحن سيدة أسئل لي هذا لا بلا مدوى طيب ويتقرب ولا دوانيا الى الله الهي وحلو دوانيا عز وجل بالبراءه كبر النقش روح هذو بدعوي ليمات او بدعه مكفره اما تي كلمه ليمات مركاس الهي با لوغو دوانيا بالبراءه كبر النقش منه اسا لغا بري نق بل اسك فوغينيا مركا طيب ويهجر وانا لغا هاجري ويح او وا لغا تغي معاملاديسي لا دقنكيسا لغا هاجري ويحتقر وانا لحقري وتجتنب ولغا فغان يا قدته ولا اسك دركنيا سي اين الافدي سو كوسو غارين وبالعادي سي عذر كان سوسن كوسو غدبت ما هي لي تشيرمسكا بدعدو هي انحراف كتشيرمسكيس و هو كغدبت اوغ يحي اما كدغدغ بدن يحي مركو غدبهيو كوسو غدبيو عقده خولها غشا غدبت ديل يعني تشيرمسكا عقده xooluhu mujarrad ay isla fadhiistaan ama ay isgaadho neeftoodu uu jeermiska cadhadu u gudbaa marka tan sidoo kale waa marka aad la fadhiisato oo la noolaato oo wax ka barato oo la saaxiibto oo u badato oo cadhadii buu ku gaarsiinay jeermiskii baa ku gudbayo si jeermiskiisa marka umada looga takooro oo looga xanibo oo karantiin loogu sameeyo oo jeermiskaasi uusan dadka u soo gaarin waa laga bari noqon ولا هاجري ولا حقيري ولا فغان تصفي معنا طيب حتى الماما يا مركا وباب ماشى الدم بكت الماما اهل السنه ذاتك اهل البدع سيدي ولا معاملون شرين طريقه التعامل مع اهل البدع سيدي ولا معاملون هذا سيدنا ولا معاملون يعني واحد لقى سوق قاضي روح بدعة حمبارسن وحويا و محو هاي وسيدي الروح قبا أوكالي عذر رد قدبة خاصة إذا كان داعية إلى بدعته خاصة هدو بدعة ديس الروح فافينا يهي أما مذهب كي خوارجتو فافينا يا أما مذهب كي مرجئة فافينا يا
أما مذهب كي الجهمية ذو فافينا يا أفكار خربان بفافينا يا وكوي بتلزين مركو حلم إذا سيد الروح عذر جود بها يا قبوك عليه روح عذر كجود بها يا قبا ولا كرنتيل أصلا وكرنتيل سي أمد اللوجة قبته آفدي سلوجة قبته صحابة صاصي ولا معاملة ذي وعمر واكي ماذا حكتم يشر عمر ماذا حكتم يشر وصحابة رضوان الله عليهم دت كنوع عصو كليتا هجر كاسي إن لفوجيو ويقبل أي مدي سلف كن رضوان الله عليهم كتب توضا ويكسب كوريا ساسو معنا حكمة دا كوشر تاي مركا وحيتا كو مر ومدي بالغا إلى لنا يا بدعة ديسا يا شير مسكيسا يا وحن وسوق قبو إنين أسوق قدبين وقلبك ابن آدم كويس كضعيف شبهات كا يا وحاس وتورا هيو بالغي يا با إني كوساميا مركا وحالو بقيا داتكي والو بقيا مركا سيدا صدراتي بالوغا هجروني مرنا أسقى لتعزير يايو وجناح وقدومينتا لغو سمينا يو أسقى للرباء إن لعداديو بريشر لغو سمينا يو كدبنا وحي كسو نقض واتي نبي صلى الله عليه وسلم وكو سمينا صحابة يقو بيد عمينا قلينا لكن خلط كو كدع صوما في سورة محوها توبة آخر كده صوما سادة حدينين قصة دعانك إذا صحابة داها كنتم كبري لغا هجري لما هل كرو سلام لما قادي كرو يجمع معي لما السور دوين كرو إلهي كنت المامين ومركز من دولك كعري ليمي نفط صودنا كعري ليانتي مركز دمر إلهي توبة دوضا أقبله مركا تاس وحي أهيد أيجا للتعزير هاي صوما مركا أمر روح خلت كجليب على التعزير يا أما أمضى لقى إلى لنا يا آفدي سيئو شير مسكن محمد سني ساس دراتي تبلوغ هجر يا مر هذا السيدة تاي مركا مسألة دو حكمة دو وحل فهم يا أي تاي وحي كحر أنت هاي حكم كذو ماذا يترتب على الهجر من المصلحة وماذا يترتب على الهجر من المضرة أو المفسدة ما حكرت مي وإسخلاف يا مركا من شخص لآخر من حال لحال من زمن لزمن من بيئة لبيئة وإسخلاف إذا مر واحد شير مسلمين أهل السنة أي حق بدينه والروح أي جوين كران وهدي جويان عدد يسكون غانكرت مر أهل السنة هو بلقى بدينه هيبة وأود مليت مر سنة دي بعض ظاهرة مر بدعة دي بعض ظاهرة ظروفه وكل دوين مر روحا لعددين يحبوك قاضنيا مرنا إن لعددية أو لجويو لقى هاجروا وكسي دريا ومفسدتهم بس يكور ليس سيداس درادد وحال فيرنا يا سيدي علماء دوليهين هذا مسألة وحا بسط أوسمي الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وحال فيرنا يا هجر قام محا كرة تمة يوم صالحة محاس كرة تمة يوم فاسدة وعليه أيو أما واجب نقن أما مستحب نقن أما ممنوع نقن ساسي معنا ورك مسألة أنا وإن سياق إذا لو فهمه وأن يعني وحويان لقى سارين أصل كذا لقى سارين ولقى مرمان معنا طيب ومر والبا هجر يقول لازمة مر والبا هجر يقول لازمة ساس دراد يدو نبي صلى الله عليه وسلم منافقين تي كما هاجرين منافقين تي لما قوينين وداد بضان او قلي معاصي يدنوب قلي لقما هاجرين وهجر يقول مركا وحوبا هاي هاي وداو او ماشي دين لقو ما انت وقت كذا الاستعمال وارسلان تنقى قبط الواقس خير الله يسير مركا أديك وداو حيل قالوا بهاي هاي يمشى أباهن إن الله استعماله أباهن مركا سو مصلحة هجري هدي أن الله استعماله لمشى ملك قد إذا الله استعماله مفسد النقرة مركا سو ما لفهم ساسو مركا هجري وح كتاب أذو في عنك قرار رسالة أنت عنك أقول في عنه والضوابط ده أدلة ده يصير في عنه ففهي الشيخ مشهور حسن سلمان ورسالة قيم أوي ما كان عنوان كذا ده يقام قيم يعني الهجر وحصل سقلاه هاي مرة رأيك دميس طيب وحيد مركا ويتقرب إلى الله إلهي بالورد وانا يا بالبراءة كبر النقشو منه حقي سلقبر النقضو مسألة كالتنا ميشا وأموه منا براروا تشنو روح مربا هدو مسلم يهي أو سندين جملة أقوض بحن أو دينتي ولي كتيرو
دنبي هقلو بدعة هقلو ملها وحلي له البراءة الكلية ملها البراءة الكلية قال كاسكالي صما بغضي ينعيب كل أمله لكن وحلي هاي بغضي يبراءة جزئية حسب معصيته وبدعته سأصدرات إذ الناس يتفاوتون ضد كوا كلا جدسنانيان روح والبقدر كأوصلنا ذا أرنا هاي أيو تعيل كيسو وكقول يا حق وقول يا نقنية كل بقدر كأوصلنا ذا كفوا يهينا بغضي يا عداو ولي هاي مرنا من الروح مسلم كعداو كل أمي يلني عداو كل أمي يلني وإني يعني عداو جزئي نقنية عداو كل يقال كاسكلي صاصي معنا تانا وأمي من الجبرار ويتقرب إلى الله بالبراءة منه كأكل جبر النقض أعماشي سل جبر النقض ويهجر ولا جهجري ويحتقر ولا حقري هجري كأيو احتقار كأيو ومسائل التعزير وين تعزير بيكشاف كبرار وجمش عس يعني واحد كشاف مسائل التعزير تعزير تنا سيدا ذبا مصلحة يكون حرمت أحكام الشرع ضرب ما بكون حرمت طيب وتجتنب وحلق فقانا يا غدته غدة أصل كذا وحلي رضا بين النية طاعون كجيل قدعة لكن هذا مارك سياق الله في رشده وياله وحوك وضع يعني شير مسك داعون ها وتجتنب وحلق فقانا يا غدته شير مسكيس حلق فقانا يا عذر كأوقة وشير مسكيس غد بيا حلق فقانا يا فهي غدته أعدى أيدا كتلا بيدك أو كجد بيك من غدة الجرب عقضة جرب مين أمس جرب 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 من غدة الجرب عقضة شير مسكيدة قد بديسة كان شير مسكيسة كقد بدك أما كدك دك بدن حاجة قد بيتانك طيب مركب تاسع لسكيل علينا يحك ما ديبو تلمام يا لو سميرين تايل مركب وين لسكيل علي أرماس غلوي أورنا لسكيل علي وحلم إذا غلوي في التكفير وحلم إذا الغلو في التبديع مع اختلاف في النتيجة يعني وحي لو وضو بصوق قال وحلو يقانو باب الأسماء والأحكام روحا ما يعيبوا قاضنيا حكم كيس قاضنيا باب الأحكام أسماء والأحكام وحسوق لي التفسيق وحسوق لي التبديع وحسوق لي التكفير إن ضدك الحكومة وما يعيض النوع عسل سي فاسق وظالم وكافر ومبتدع باب حل هذا باب الأسماء والأحكام بالله مركا السجع أردن شرع عدد الضوابط بيقول لك شيء شروط موانع وحلود شيء قيود بلود شيء هدي مركا أد قيود دي أد إلى لين ويدو في باب التكفير وحتقول عيسابة إنه نري مذهب كي خوارج تصومة وكذلك في باب التبديع ضوابط ده هدد إلى لين ويد غلو بعد نغنيس وحن نغنيس غالي في التبديع بعد نغنيس غالي في التبديع وأنا مسأله يعني وحوي ولا لها أهل السنة قار كم إذا أي كو قفينه كو خلدمينه بل رجع علماء أي كسم بالرحدين خاصة الشيخ ربيع إيو رج محو هاي علماء ده كم إذا ريا مناد إيو مسألة ده سي وحوي مسألة وحي نقطتي أي آد أجو فضو ضادين وقسم بالرحدين ومحوة هاي غلو يبضن كتشرو ساس دلات وحاكرنا حيسا غلات في التبديع غلات في التكفير وحاكرنا حي بعض الشبه باكرنا حي ميالا بضن بيسيقي ميالا فربضن بيسيقي كان يعني. طيب وأي كم تأي مثلا محوة هاي لبضو با وحي غلو يقصمين يعني باب الأسماء والأحكام كو وحكم إذا مثلا البغي على المخالف عندك خلاف صن مسألة ذا كوجو خلاف صن إن أحد جذب يظلم يكون صميس وأذن حتى مخالف كشرع عدو وحيقول تلقى شيء الضوابط دي أذن وإلى علنين طيب لابد بويلي وحيكون حمباريس أو واحد لو يقانو إسقاط الرموز واحد لو يقان إسقاط الرموز روح عنكو خلاف صن دريشة ذكر بح ومجيء سدل وماشى كسر وبربري وسيلك است أمر إسقاط الرموز وحليله وحوها أسلوب استعمالين محوها أعدادنا استعمالي شرط المنافقين تون استعمالين ضدك أهل السنة قار كم إذا خطأ أي مركع كود وجود عيا يا روحك خلاف صن إن هذا مجيء سدش أو أبي دولة يا شيخ أو إسحاق الحويني
حفظه الله تعالى وليهي يعني حرب إسقاط الرموز وحرب قذرة والدقال أذ قشن أول إن روحا كخلاف سنة أترى هذا ونقول كلاسن شرفتي سدل بابئي وهذا الدقال كاقو أسن ميلك لكو جهمين الدعاء يا علماء لا تكوشي ست شغيك لقط وهذا ما علم بنينك روح سوي حكتان ونقول شغيك لقط كيش لا يتسوك لتكتين وحكاها سوكا مريا كيش لي اد مانتا جيلين كورا ودي شوكتي كاسا دغال كيسو كاغاسي ادغي هادانا كامر كي لغتاغو كي ساعات كهرات كلا تكتين بعد دغال كي نوسي دري ماركا وحا كينيا غلوي غا كيني غلوي غا كينيو و مالها معناها وحوي اي سجاي جيين وي معناها غلوي غا في التبديع اي غلو في التكفير اي سجاي جيين وحكم اذا مثلا دتك اتباع ضوضاء او لغوت لي ريجاليو أحكام تنوعنا إني قاتل بل إن حقدي يشحناء ينعيب يلوج للمسلمين تين تذكره ساس رادي دت كم تكفيرين تا أما أفكار التكفير ككو تأثري حدو حتى كهري مادة سلام تكا قادمة إلى أمريكا يعني ما لو يد بواحد نيرو ولا نيرو ذا كم هذا أفكار تكو تأثري أرضي بويا هنشر رجي مدرر دروس تدري يسنا يبو كم ده شخصيا ما نوغان اسقو يلوان نين اسقو نين اي ودا فديا ايان مالين غداشود كو تكري ساجي دحيس مركي صلاتي كبحو اذكارتي لا اخرسنايو ايا نينكي كلي لا فدي نين اسكا عاميو با سوچي سدايو مركاسو اسلام اسقو انتو القور كسا ايغا فيري بو بودو خر طريق هذا كأي هو ريمات دهبين كم قصلا هذا صلاة أنا كقادم معي ما عقدة أنت على كوبيري حتى وأني قد كفايدي ستي وأني قد درسي جيس آخر ستي هذا حتى خلد إنه خلدين هذا وعركته احترام بقول إيه هاي إلى هير كم حاجة رسينا يا لأن ولا الشحني مشكلة الشحني كم ركوا حقبة غلوي قدام بقبة غلاد مبتدي عدنا وي قبان غلاد التكفير كنا وي قبان لأن أيقون بأسوها يستيني سحسين أمد إنت ذكر أنه نصنطة ساس دراد إن لغابري نقضة إن لغو فوقية إن لغو سلام إن لغا قاد أو وابساس مركض دمرا وحا دعيسا تاس أساق هادا أو كسامين يوداتك أو وحيالها قارك أو تكوقون صدي شيخ يسا هادا أو الله سعودنا بريو كسامين ومسلسل أن دمانين موكت مركض هادا آدو قور هايسان أفقارت نوعا وكلا يعني وحويان شيخ با وحكو سمينيس أرددس كي أرد جيسا كوكا عي أرددس ويساكن كوسي سمينيس كي نوع أنا أرددس وكوسي سمينيس ومسلسل مركا أن لما الله ينو أو هل ليس حكومة أو هل ليس حكومة كار عصون هل ليس سيء أو حكي كودا مانيس ومسلسل كان صومالي كتشير محو هاي مالي بون نين هل الدلو صومالي هل الدلو وركو هاري ويصور رافتي وذا ددن محو هاي رير اعتصام هل دي لو يسور دافتي الشباب مدحد ودي خلافتي هل دي لو يسور دافتي كو سيحي غنا سيدي لو يسور دافتي مسلسل عن ميل لكو دماني نوع وانا غلوي واساس حداد اخردان افكارتي غلاد ايو ديب ادو قلنا قطان نفس الشيء سي خوارج او كلاب بحضي حداد اخردان ايو فيرا قوضو مركي هرم يدبي اهايان قولا كاب بحضي كو يهري قاليسي قولا دي بحضي بحضنا سي كلاب بحضي ويس قاليسي قولا دي بحضنا سي بحضي ويس قالي سي دي قودي حلاشة دي سمارت مركا وحلقو يقانا أفكار تغلوي علامات كيلة دهاي بحتاس لأنه وسطية دي بيكتك نينكا مركا الشيخ يبرها يددك وحا برايا أما غلوي في التكفير برايا أما غلوي في التبديع برايا هذا أرددي سوحي وبراي بيك إساقا كلان نقونا يا سمارت إلا نساقا الشيخ يدي سي وحصو براي ميشا كساري أساقا أرددي سوحي كساري سوسا سمارت marka waa xuquubo waa waalid ka meesha dhigtay ilmahaaguna ku dhigaan maqash waa xuquubo rabaani awaa marka afkaarta quluubigu waxyaalaha mushtarak ee ka dhaxeeyo ayay kamid tahay oo quluubta yaani wax weeye in lagu shaxniyo naciibka iyo muxuu ahaay xumaanta iyo xiqdiga iyo in dadka lagu shaxniyo oo culimada iyo ducada iyo la noco taasa macnaa wax weeye qawaasimta mushtaraka kamid waxa kamid qawaasimta mushtaraka dhafu tanziil والخطأ في تحقيق المناطق لا وضوا كده حيا أقواش أهل العلم جي النزوج يمحوها هاي النصوص تا
ماشى أي سارة يا أي كت تطبيقنا يا خطأ واي قلنا نصوص تي كوسا أرورت مبتدع هذا أي كوسا أرو أقواش أهل العلم جي كوسا أرورت إن مبتدع هذا لجها هجره بواحي سارة يا علماء ذي أهل السنة يدعادي أهل السنة أيقو مركا موضة إن يجيهن قلنا النصوص تي كوسا أرورت تكفير كا أي وحي سارعان مسلمين تي بل خاصة دي بيسارعان بل دعادي بيسارعان علماء دي بيسارعان حاجة وحكة خلدين لا وضع وحكة خلدين وحدي عكرت آية ذي كان إن إني صحت هاي قولك أهل العلم جاي سوق هذا إنه صحسين هاي كاني ديسة لكن ماشى أي سارين بخلدة وهنا ومسألة أيضا مسألة اجتهادية وهل كاجتهادية كان نقطايو وتحقيق المناط هي تنزيل بالإله إن بدنا بنبرارجية مسألة ده إن لبرارجينا ومضنتا وماشى أقو أذقواي نسكة هي ماشى أو هيستو إن هذا سصارت أنت بدن خلطكم ماشاس أيوك جرا وحكم إذا مثلا إن الإساءة إلى الفرائض قواعد دي فرائض الشريعة أو ما جعود اللي ديله قلنا مثلا تكفيرك أفكار تكفيرك حنبار سن إيو خوارج تكوت أثري وحيد دلين ما جعيد إلى دكتي مسلمين تا جهاد كي بردن طيبة صوت وحوي جهاد كي صورة أو حكوصة وبحوي كردقين وحان حكمة الله والميل كسعوني وحبا حقي تشينين ودت كي سباب إني وأن مركز أوحل الأذر هدوس الجهاد كم بي هيبة هدو الجهاد يابا يابا كلمة دي سماق الكربة مركز جهاد يومد بس كدرين قولنا هنا وقلات في تبديعنا أيقونا وحي إسكود درين أمدي إيو أصل كي ويناء أصوش أهل السنة كم إذا هاي مسألة دي لديه جري الجرح والتعديل الجرح والتعديل وعلم آذ شريفه وخاصة المحدثين تو أي سيفي عن قواعد سأو تحريرية وضوابط له مركة تنزيل كودا خلدا إيو علماء إيو الدعاء إيو إن لحكومة وبدع الله صاره وأحكام خلدا الله صاره بوحي أبحيا وعلمي الجرح والتعديل لديه جري هذا الجرح باشرة تعديل نواشرة سلف كيف على جسوع قاري أنا نتيب أن تطبيقين ورع علمي الجرح والتعديل شرفت الحاسد المهنجر ضوابي دي سي أوي عدة تنزيلين سيئتا وأدوك طور ونحكم كطورة سيدا سدرادد غلوي كأردم رحندونا يا إنا إلى هذا وشدد يدو آية هاي غلوي في الأسماء والأحكام أما التبديع هالنقطة أما التفسيق هالنقطة أما التكفير هالنقطة قواسم مشتركة كدحيس مع اختلاف في النتيجة أو روح التكفير كحكومة يا وكع علوس يا ميت كتبديع حكومة لأن إن روح التبديع حكومة يوحي أقول يا روح ولي مسلم صوما ولي هو مسلم لكن بدعو كدعو بدعو بدعو سيني كنيسة دين تيبو كسارية الله بدأ النتيجة مركة كالعلوس لكن انت بدن وصائشة إيو محو هاي أحكام فربضان وكذا حيسا وين مرك اللجو برارجو أفكار تغلو ويجا أدلوا جفوك هذا القرآن كي يصون ذي منهج السلف كو ومنهج كوسط كاو خاصة مسائشة كوسابسا وجهات نظر كسكو خلاف سين مسائشة علماء ذو إسكو خلاف سين هين علماء ذا الصنة ذا نرده ذا وضع يقول حيسا يجو إسكو خلاف سين هين مسائشة نوع عصا كلا خلاف كودو وإنه سائق نقدر وحكا غفرا وإن نقطه إن أدقى وحد قبطه عدي دليل كاك شيخ ساسا إلى حق بضنده لكن أحكام تأت صاريس ومخالف كاك جديس المسألة اجتهاديتها اجتهاد كيدون الصائقية هاي أحكام تأت صاريس وبغي وهي واحد قدو واحد قدو يعني مثال هذا نصو قادم ننكا كوو خلاف سن بارلمان أدونك بارلمانات ككتشرة مسلمين تو مقالي كران سي أي شركة إساقا خفيفية وحي مصالح دوضانا أسو تشيتان طريق لنا أوسان أفرين ما قلي كران سألو عان أول علماء إسلام كونا ألوغا هاللي وبحوث إيا دراسات إيا فتاوي جماعي كل لغا سو صاريوا نين دي دانو إلى هذا لما قلي كرو إيا ني إلى هذا ولا قلي كرا مسألة النوع عاسي مركا اجتهادية دا هذا دادك كو قالي سيسو باغي وحاتهاي قدو بوضا وحات سميسا مثل هذا وحات كاقب تعدي ما بنانا دليل كيدا سار مخالف كوكو خلاف سنة طريقة او مري
هاي شد إيو مال علا ما تشي حيي سلدوا مسألة اجتهادية سيدي سكو احترام ساسان كسو قرني أنا محو أهاي محو أهاي سلف كي يا أيمدي مسائل تنكع العرس ما يسكو خلاف صناعي مسألة تكون كع العرس وحالا ميدا أو يدنا مثال نقول كريس حركات كإسلامية مثلا حركات كإسلامية منهج كحركته هدو خلدين أو حركته منهج كيدو خربين أو أصول شاسي ابتداع عقار كم إذا أي كرة على مسألة لكن سيدة يدب حركو هي جماعة دعوية أو ما ملو كلا الدنبين لما الله السمين كرا منهج ك أسقو أو لصحيو لسكوا فقصية هاي إنه سنتعصب كبنانين ولها إيو إنه على أساس الإيمان هي والتقوى أيضا لسلو أقول يا هذا الدعوة دي جماعة إسكاشي ملو سمين كرا ما ملو ملو سمين سن كرا ها مسألة نوع عصوك ليتا مسألة إجماع ما لا منع أن إجماع معها ولا ها ولا يعني وحو إباحة أن إجماع معها علماء ذنو إسكم الراعين إني وضب النان تهي إسكم أنا الراعين إني ممنوع تهي لكن حيث ما ينين برزبا ولا موقت نين ضوابي دود دشي نوا إطلاقي نوا ديدي نوا أقلادي واحد سيدا سمين يهين وفي دائرة علماء ذي السنة دواي ما هم مبتدع ما وعلماء ذي السنة ما سأيش النوع عصو كلا أمريكا هذيك واحد قبت الشيك تقريري أدي لذا الشيك ما بنا نرده إلى ما قوم نرده أدي الذي دليلي لكن مخالف ككوه خلاف سن حكو حكم إنه مبتدعية هنكو حكم إنه قاليه بغي بعض وضع أمريكا بغي بعض وضع لأن يعني مسأيش خلافي قا خلاف كودنا السائق يا هاي تعامل كي سلف كوحو أهان شني إن أي نوال بوحي دليل كي ساقو الشيغو إدا كو خلاف سنة أعذر دارو صامة لبدا مسألة المثال هانو سوق هذا لكن هو كمثال واحد لكن قاعدة دو إنا السيدة النقطة ومدونا ساق كو كالا نبت قشالة دوني وأنا إنت فقه قا يفهم كاسي وإنت أمد إسوكيني كروه هذه أن فقه قا نوع عاسل لهلين ومد إسوما إيمان كرتو وحين يسوي ما انكرين نول بتيسا لقما حرتي ساكر راعي انت كلنا واخذين هنا وما بين مبتدع و وكافر تاجا مركز حرت هذه وكوزو هذا حرت هذه هنا واد خلاف ايسا هذا نواد سي كلا تشبيسا ما بين مبتدع وكافر بعضو كلا بحيسا حاجه واحد كل ما انا يا مركه وتنهد تلمامين واحد كيني كرا وحوي امدو اني سو تيمادو خلاف كفقهي سوا ان لا فهمه محل لغوة تشوغي كرا محانس لغوة تشوغي كرا قاب كي الله لما عامل وضا مقاب مسائش خلافي كا تاس أول لفهمو با أمد إسو كيني كرت وسلف كو يغو إسكو خلاف سن مسائل فربدن بي هدنا مد أهايا أولا لكو أهايا وشيقي يارضد وضا إسو أهايا مسائش إسكو خلاف سيين مسائل علوس با كجرت وميلا علوس تابانيس هدنا مع ذلك مسائش اجتهادي واي هدان سيدا ليلين خلاف كلمة صواف شركة marka damana diimo isu bedeli iyo umada in la kala tago marka si guud waa maxuu ahaay mas'alada si guud inaan u tanaawulo ayaan maxuu iska jeclaaday maadaama ay fidnadu hadda taaganta fidnadu taaganta ayo aafahaysata ay tahay umada xogaa inaan qawaaciidaasi ka bixiyo ayaan jeclaaday hada billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi